هل تساءلت يوماً كيف يتحول حلم صغير إلى جهاز البلاي ستيشن الذي بين يديك؟ رحلة مدهشة تبدأ من فكرة، تمر عبر مئات العقول وتنفذ بأيادي روبوتات في مصانع فائقة الدقة. لكن هل تصدق أن خطأً صغيراً في أحد المكونات قد يكلف الشركة الملايين؟ وهل تعلم أن الجهاز الذي تلعب عليه اليوم تم اختباره وكأنك تقوده في معركة افتراضية؟ في هذا الوثائقي سنخوض سوياً مغامرة داخل مصنع سوني لنكتشف كيف يولد جهاز البلاي ستيشن من العدم خطوة بخطوة. فمن أين تأتي مكونات البلاي ستيشن؟ وكيف تتعاون آلاف الأيدي والعقول لصنع جهاز واحد؟ وما دور الروبوتات؟ وما دور البشر؟ وأخيراً، ما سر دقة التصنيع؟ ولماذا لا مجال للخطأ؟ تابع معنا الفيديو حتى النهاية، لأن ما ستجده في أرقام الأرباح ستدهشك، وستعرف لماذا الذكاء الياباني يربح في كل عام المليارات من هذا الجهاز. البداية من الفكرة إلى التصميم. تبدأ القصة في مكاتب سوني، حيث يتم تجميع الأفكار من فرق التسويق والهندسة والتصميم. يتم تحليل سلوك المستخدمين واحتياجات اللاعبين بدقة، ثم ينتقل الأمر إلى مرحلة تصميم الشكل الخارجي وتجربة المستخدم. يتم رسم النماذج الأولية باستخدام أدوات CAD ثلاثية الأبعاد، مع إجراء تعديلات على نتائج التجارب الأولية وملاحظات فرق العمل. مرحلة النماذج الأولية. يتم تصنيع عدة نماذج أولية تستخدم لاختبار الجوانب الحرارية ومقاومة الصدمات والتحمل في ظل ظروف استخدام قصوى. تخضع هذه النماذج لاختبارات في مختبرات بيئية تحاكي درجات الحرارة والرطوبة والضغط بهدف الوصول إلى أعلى معايير الجودة. تأمين المكونات الإلكترونية. تعتمد سوني على موردين عالميين، أبرزهما AMD لتوفير CPU وGPU مخصصين للألعاب عالية الجودة، TSMC لتصنيع الشرائح بتقنية 7 نانومتر، كيوكسيا ومايكرون، وذلك لتوريد وحدات التخزين والذاكرة. يتم شحن هذه المكونات إلى اليابان وتحديداً إلى مصنع كيسارازو بعد فحصها وفقاً لمعايير صادمة. مصنع كيسارازو، القلب النابض للإنتاج. داخل هذا المصنع يتم توظيف 32 روبوتاً صناعياً على الدقة، قادرين على تركيب 30 جهازاً في أقل من ساعة. كل روبوت في هذه المرحلة مجهز بكاميرات واستشعارات ليزرية تراقب كل خطوة. تتكامل هذه الروبوتات مع العمال المهرة الذين يراقبون كل مرحلة من مراحل الإنتاج، ويتدخلون يدوياً عند الضرورة في بعض عمليات الفحص الدقيق. مرحلة التجميع الدقيق. تبدأ هذه المرحلة بتثبيت اللوحة الأم، تليها عملية توصيل المعالج والذاكرة والمكونات الداخلية، ثم تركيب وحدة التبريد الخاصة المصممة خصيصاً لهذا الجيل. بعد ذلك يتم إغلاق العلبة البلاستيكية التي تم تصميمها لتقليل الضوضاء وتحسين التهوية، لذلك يستخدم بلاستيك خاص معزز بسبائك معدنية لتحسين الأداء الحراري. الجودة والاختبار. كل جهاز يشغل قبل مغادرة المصنع تفحص المنافذ، ويتم اختبار الاتصال اللاسلكي، وتشغل وحدة التحكم في ظروف ضغط مرتفع. إن أي خطأ بسيط قد يؤدي إلى استبعاد الجهاز بالكامل، لذا فعملية المراجعة دقيقة جداً. يستخدم فيها الذكاء الاصطناعي لتحليل بيانات الأداء واكتشاف أي عيوب محتملة. بعد اجتياز الاختبارات، يرسل الجهاز إلى قسم التعبئة
يوضع مع كل وحدة دليل استخدام وكابل للطاقة ووحدة للتحكم. الصندوق مصمم لتحمل الصدمات ومزود برمز تتبع فريد. يتم إدراج الشعار والتفاصيل النهائية بعناية لضمان أن يصل الجهاز سليماً بنسبة 100%. الاستراتيجية التسويقية الذكية وقوة الألعاب الحصرية. هذه الألعاب تمثل نقطة جذب أساسية وتشكل السبب الرئيسي لتفوق سوني على منافسيها. سوني لا تكتفي بمواصفات قوية بل تقدم محتوى حصرياً لا يوجد في أي منصة أخرى. ففي داخل استوديوهاتها الحصرية مثل سانتا مونيكا ونوتي دوغ وأنسو ميناك يتم تطوير الكثير من الألعاب مثل سبايدر مان، جود أوف وور، ذا لاست أوف أس، وهذا ما يجعل اللاعب يشتري الجهاز ليعيش تجربة لا تتكرر. أرباح تفوق الخيال. وفقاً لأحدث التقارير، تم بيع أكثر من 40 مليون وحدة من جهاز PS5 منذ انطلاقه. الإيرادات السنوية من قطاع الألعاب والترفيه لدى سوني تتجاوز 27 مليار دولار، تمثل وحدة البلاي ستيشن أكثر من 40% من أرباح الشركة. بلغت أرباح الاشتراكات والخدمات الرقمية أكثر من 6.8 مليار دولار سنوياً. سوني تستثمر سنوياً أكثر من 3 مليارات دولار في تطوير الألعاب وتحسين بنية الجهاز. الآن وبعد أن عشت معنا في هذه الرحلة من الفكرة حتى خط الإنتاج، هل تغيرت نظرتك لجهاز البلاي ستيشن؟ هل ستتردد قبل أن ترمي الجهاز أو تشتكي من حرارة بسيطة أو صوت مروحة؟ وراء هذا الجهاز فريق كامل عمل لسنوات، من مهندسين ومصممين إلى خبراء اختبار وجودة، حتى تصل إليك تجربة لعب فريدة. لقد كانت هذه الحلقة ثمرة جهد فريق كامل عمل بتفان لأيام طويلة، من بحث معمق إلى كتابة دقيقة إلى تسجيل صوتي احترافي ومونتاج بصري عالي الجودة. كل لقطة في هذا العمل وكل سطر في هذا النص كتب ليرتقي بمعرفتك ويأخذك في رحلة لا تنسى خلف الكواليس. إذا كنت تقدر هذا الجهد، اشترك في القناة، فعل الجرس ليصلك كل ما هو جديد، وانضم إلى العضوية المدفوعة لتشاهد الوثائقية قبل الجميع وتشارك في صناعة المعرفة معنا.